سيدة مارتيني من روما، المهاجرون يقصدون أوروبا، يريدون العيش في أوروبا، إذن لماذا تتحمل إيطاليا وألمانيا العبء الأكبر من أعداد المهاجرين بخلاف دول أوروبية أخرى؟ بالطبع أحد أهم المشكلات التي تواجه أوروبا هي الهجرة الغير شرعية. إلى الآن إنها مشكلة عويصة جدا. مشكلة الهجرة تؤثر بشكل كبير على اقتصادنا، وكما قال زميلي إن ألمانيا هي دولة تستضيف الكثير من اللاجئين من جميع دول العالم، وإيطاليا هي من أكثر الدول في أوروبا التي بها معظم وفيها عدد كبير من اللاجئين، وهي تستضيفهم على أراضيها. والمشكلة هي أن هذا الحمل والعبء يؤثر بشكل كبير على كل المستويات، حتى على المستوى السياسي، لأن إيطاليا هي دولة تستضيف المهاجرين وموقعها يسمح لها بذلك. ولذلك فنحن نجد أن عدد السكان يزداد باستمرار ويصل إلى حد قد يؤثر سلبا على البلاد. كما أننا هذه هي النقطة الأولى. وبالنسبة للنقطة الثانية، فإن الحل بالنسبة لي فيما يخص الدول الأوروبية هو أن يتم حل هذا الأمر بشكل جماعي، لأن هناك الكثير من المشكلات السياسية التي تنجم عن هذه الهجرة الغير الشرعية، وهناك الكثير من أصحاب الأفكار الغريبة والمتشددة الذين يستغلون هذا الأمر. لكن سيدة مارتيني، هناك اتفاقية للتضامن الأوروبي موجودة بالفعل، لماذا لم يتم استخدامها بحيث يتم أخذ جزء من الأعداد الكبيرة للمهاجرين الموجودين في إيطاليا أو في ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى؟ هذا لم يحصل لغاية الآن، الأمر الذي يثير استياء السلطات الألمانية وكذا الإيطالية. أسى لدي إلى الآن هذا النوع من النقل المهاجرين لا يتطبق على أرض الواقع، وليس من المفترض لدولة مثل إيطاليا أن تفرض على الدول الأخرى مهاجرين آخرين، ولكن لابد أن يكون هناك تعاونا. نعم، ولكن النقطة التي ذكرتها بالفعل لا تحدث على أرض الواقع. وعلى الجانب الآخر، إنه لا صحيح أيضا أن الهجرة الغير شرعية تمثل عبئا كبيرا على الدول المستضيفة، وخاصة إيطاليا. إيطاليا تستضيف الكثير من اللاجئين، أنا أتفق معك. لذلك فلا بد من التعامل مع هذه المشكلة بشكل سياسي.